Class number 13, Stallions, was born 2019. Please, handlers, keep distance, please. Next, please. Yalla, Mu'taz. أشواط الفحول. ما شاء الله. اللي بعده حبيبنا انتبهوا حبيبنا قدم شوي موسى Next, please. Christian, this is last one. Walk, please. ابعدوا عن الحكام حبايبنا العارضين. Keep distance, please. One by one. Keep distance from the judges. Oh, talking about Stallions again, Gray collection. MashaAllah, got a very nice collection of Stallions. Good luck, everybody. MashaAllah, Tabarak al-Rahman, Baqa Ukhra, Min al-Fuhul, Abaq al-Tariq, Yuktab, Ala Sahawat al-Fuhul, Butulat Filistin, Al-Khuyul Arabiya al-Misriya. بهذه المجموعة والنخبة الرائعة والمنافسة والندية تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفحول أصوات الحرارة والإثارة توفيق للجميع مشوا حبايبنا مشوا الله الله ما شاء الله العنجهية والشموخ والعنفوان هي ميزة هذا الحصان الحصان العربي الأصيل وإن كانت الشمس قد غابت وآلت إلى ما إليه تميل إلا أن الحرارة والإثارة تنبثق من بين هذه الأشواط المثيرة على مركز الأراضي المقدسة بطولة فلسطين لجميع الخيول العربية المصرية توفيق لجميع المشاركين All the best of luck To all involved, Stallions, who was born 2019.
كريستيان ليم ستاليان نمبر 58 إسلام الحصان رقم 58 خارج البطولة بسبب الإصابة. الحصان رقم 58 خارج البطولة بسبب الإصابة ستاليان نمبر 58 إسلام. بدون نايلون حبايبنا بدون نايلون أحمد. يا أخي you
علامات الحصان رقم 59 زين الدين الشاهين ابن الفاعل شاهين اي اي والام غاليه اي اي المربي والمالك وسام حجرات بير المكسور. The next course goes to stallion number 59 زين الدين شاهين by شاهين اي اي out of غاليه اي اي the breeder and the owner وسام حجرات بير المكسور زين الدين شاهين تايب 19 ونص 19.5 all the cross هيدنيك الرأس والرقبة 19 ونص 19.5 all the cross body and top line الجسم والجزء العلوي 17 ونص 18 17.5 legs الأرجل 15 ونص 16 15.5 16 one movement الحركة 18 ونص 19 ونص 18.5 19.5 العلامة النهائية لزين الدين شاهين 91.25 The total score for stallion number 59 زين الدين شاهين علامات الحصان رقم 60 شاهين القاسم ابن الفاحل شاهين اي والام بركات السلام واي اي المربي طه صلاح المالك محمد ابو سرحان وعمران ابو سرحان. The next course goes to stallion number 60 شاهين القاسم باي شاهين اي اوت اوف بركات السلام واي اي The breeder طه صلاح and the owner محمد ابو سرحان and عمران ابو سرحان طيب 18 ونص 19 18.5 19 هيدنيك الرأس والرقبة 18 ونص 19 18.5 19 بدي عن توب لاين الجسم والجزء العلوي 17 ونص 18 17 ونص 17.5 18 17.5 legs الأرجل 16 15 ونص 16 15 16 15.5 16 15 one movement الحركة 19 all the cross العلامة النهائية للحصان رقم 60 شاهين القاسم 90 علامة the total score for stallion number 60 شاهين القاسم 90 points
Next, please. بدون نايلون. علامات الحصان رقم 61 مختار الفريد للفاح الأربي فريد والأم هدية المختار المالك والمربي مزرعة العمري صندلة. The next course goes to colt number 61 مختار الفريد by RB فريد أوت أوف هدية المختار. The breeder and the owner العمر استاد صندلة. Type 18.5 18.5 all the cross. Head and neck الرأس والرقبة 18.5 18.5 body on top line الجسم والجزء العلوي 17.5 17.5 movement الحركة 19.5 العلامة النهائية للحصان رقم 61 مختار الفريد 89 علامة. The total score for stallion number 61 مختار الفريد 89 points. Next please. علامات الحصان رقم 62 مداح القمر ابن الفحل الايال اي اي والام حمديه المربي والمالك عبد الناصر ومصلح عبد الناصر مصلح وخالد ابو عكر المربي والمالك من القدس. The next course goes to stallion number 62 مداح القمر by Alayal AA out of Hamadiya. The breeder and the owner Abdel Nasser Muslih and Khalid Abu Akar, Jerusalem. Type 18.5 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
18 17.5 17.5 17.5 legs الأرجل 16 15 15 15 16 16 15 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
25.25. The total score for stallion number 62, مدح القمر 89.25. علامات الحصان رقم 63 جميل عبد من الفح الكنزة البيضة والأم جميلة عبد المربي والمالك عبد الباسط محميد أم الفحم. The next scores goes to stallion number 63 جميل عبد by كنزة البيضة out of جميلة عبد. The breeder and the owner عبد الباسط محميد أم الفحم. جميل عبد طيب 19 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 19.5 19.5 19 19. بادي اون توب لاين الجسم الجزء العلوي 18 18 18 ونص 18 18 18.5 and 18. ليجز الأرجل 16 16 16 و15 ونص 16 16 16 15.5. وموفمنت الحركة لجميل عبد 19 19 19 19 19. all the cross. العلامة النهائية لجميل عبد 91.25 91.25. جميل عبد علامات الحصان رقم 64 حسان الوعب عبد الفحل البراق العليا والأم سلمى الوعب
المربي الواعب استاد الملك حاتم ودانيال عطالله يركع. The next scores goes to stallion number 64 حسان الواعب باي براق العليا out of سلمى الواعب the breeder الواعب استاد and the owner حاتم and دانيال عطالله يركع. حسان الواعب ما شاء الله طيب 15.5 and 16 ومفمنت لحسان الواعب 19.5 العلامة النهائية للحصان رقم 64 حسان الواعب 91.5 حسان الواعب يصعد للمرتبة الأولى up to the first place حسان الواعب 91.5. إذن بالمرتبة الخامسة على الحصان رقم 62 مداح القمر ابن الفحل أربي ابن الفحل الأيال أي أي والأم حمدية المربي والمالك عبد الناصر مصلح وخالد أبو عكر القدس The fifth place goes to stallion number 62 مداح القمر by الأيال أي أي أوتوف حمدية The breeder and the owner عبد الناصر مصلح عند خالد أبو عكر جيروزاليم بالمرتبة الرابعة fourth place على الحصان رقم 60 شاهين القاسم من الفحل شاهين اي اي والأم بركات السلام واي اي The breeder المربي طه صلاح المالك محمد أبو سرحان وعمران أبو سرحان The fourth place goes to stallion number 60 شاهين القاسم by Shaheen AA out of Barakat Salam YA. The breeder, Taha Salah, and the owner, Muhammad Abu Sirhan, and Imran Abu Sirhan, Alf Mabruk. بالمرتبة الثالثة, third place, يصعد إلى النهائي, up to the championship. الحصان رقم 63, جميل ABD, جميل عبد. ابن الفحل كنز البيدة والأم جميلة عبد. المربي والمالك عبد الباسط محميد, أم الفحم, مبروك أبو الأمير. The third place goes to stallion number 63, Jamil Abid, by Kins Al Baida out of Jamil Abid. The breeder and the owner, Abdul Basit Mohamed, Om Al Fahim, Alf Alf Mabruk. بالمرتبة الثانية بتعادل العلامات وبأفضلية التايب. على الحصان رقم 59 زين الدين شاهين من الفحل شاهين اي اي والأم غالية اي اي. المربي والمالك وسام حجرات بير المكسور الف الف مبروك ابو احمد زين الدين شاهين شاهين اي اوت اوف غاليا اي اي ذا بريدر اند ذا اونر وسام حجرات بير المكسور الف الف مبروك ب
بالمرتبة الأولى فيرست بليس حل الحصان رقم 64 حسان الوعب. حسان الوعب ابن الفاعل براق العليا والأم سلمى الوعب، المربي الوعب الساد الملك حاتم ودانيال عطلة يركا الحسن استاد أبلين. ألف مبروك حبيبنا عصام. The first place goes to stallion number 64 حسان الوعب by براق العليا out of سلمى الوعب. The breeder الوعب استاد and the owner حاتم and دانيال عطلة يركا الحسن استاد. مبروك حبيبنا أبلين، مبروك يركا، مبروك حاتم ودانيال عطلة. حسان الوعب 91.5. مبروك ابو احمد، مبروك سامح جيرات، زين الدين شاهين رقم 59. مبروك ابو الامير عبد الباسط محمد ام الفحم، مبروك جميل عبد، الف مبروك. مبروك محمد ابو سرحان، عمران ابو سرحان، مبروك حبيبنا رهط، شاهين القاسم، مبروك عبد الناصر مصلح وخالد ابو عكر القدس، الف الف مبروك. مبروك لصاحب المرتبة الأولى حسان الوعب، مبروك حاتم ودانيال عطلة يركا، مبروك للحسن استاد عبلين، مبروك حبيبنا عصام، الف مبروك. مبروك حبيبنا وسام حجيرات بير المكسور، ألف مبروك. زين الدين شاهين، يلا حبيبنا نخلي الساحة رجاء، مشكورين، ألف مبروك حبيبنا.